رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنا إلى ربنا لراغبون، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لإنجاز أي عمل وتحقيق أي غرض، فإن أول ما يحتاج إليه المرء أن تكون له رغبة شديدة للوصول إلى مبتغاه، والرغبة الشديدة هي التي تنتهي إلى الإرادة، والإرادة تعني أن تلغي جميع الاحتمالات ما عدا ذلك الذي تريد الإقدام عليه. وهذا ما يميز الإرادة عن التمنيات. الناس كلهم يرغبون في المال والغنى والمقام والسلطة أو العلم وإحراز مراتب متقدمة في مجال المعلومات، في مجال المعرفة أو ما شابه ذلك. يعني كل الناس يحبون أن يكونوا في القمة، إما من حيث المال أو من حيث المنصب أو من حيث العلم، ولكن رغبتهم ليست شديدة بحيث تنتهي إلى الإرادة ويلغون جميع الاحتمالات الأخرى، فهم يتمنون أن يكونوا في القمة. يعني أحدهم يتمنى أن يكون غنيا، الثاني يتمنى أن يكون عالما كبيرا، الثالث يتمنى أن يكون خطيبا مرموقا، وهكذا يتمنون. لكن إذا كانت عندهم رغبة شديدة ويريدون أن يحصلوا على مبتغاهم، فإن هذه الإرادة تلغي جميع الاحتمالات إلا هذا الاحتمال الذي يرغبون فيه. والفرق هو أن التمني لا يلغي الاحتمالات الأخرى، بينما الإرادة تلغي بقية الاحتمالات. مثلا إذا كنت أنت ترغب أن تشتري بيتا جديدا، لكنك انشغلت بكل شيء إلا شراء البيت. مطلوب اليوم تبحث عن البيت، تتصل بالشركات الوسيطة مثلا، تبحث عن المال الذي يمكنك من شراء البيت، بس كل هذه الأشياء ما رحت وراها. عندك رغبة في شراء البيت لكنك انشغلت بكل شيء إلا ما يرتبط بشراء البيت. هذا يعني أنك لا تملك إرادة حقيقية لشراء البيت، وإلا لألغيت جميع الاحتمالات وانشغلت بشراء البيت عن الانشغال بأي شيء آخر. هذا ما يقول لنا ربنا عز وجل في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يعني أراد الآخرة، أراد الجنة، فألغى أي شيء يكون عقبة بينه وبين الجنة، أي عمل، أي معصية، أي انشغال بعالم الدنيا عن عالم الآخرة، هذا كله يلغي. أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أحد المعلمين اللي كان يربي في الحقيقة الأفراد، مو معلم مدرسة وإنما مربي، يوم من الأيام أخذ تلميذه إلى ساحل البحر وقال له: أريد اليوم أن أعطيك درسا من دروس الحياة. يريد أعلم درس من دروس الإرادة. ثم طلب منه المشاركة معه في السباحة، واستدرجه إلى القسم العميق من البحر، ثم أمسك برأس تلميذه وأدخله في الماء وأمسك به بقوة لمدة دقيقة واحدة. بعدها حاول الطالب التخلص من يد أستاذه بكل ما يستطيع، وفي نهاية الدقيقة الثانية
يعني قبل ما يختنق التلميذ أطلقه الأستاذ. فقفز التلميذ من الماء وخرج إلى السطح وهو في حالة من الذعر الشديد، وصرخ في وجه أستاذه قائلا: إنك أردت أن تقتلني يا أستاذ. أنا بعد شوي أختنق، تقتلني؟ الأستاذ قال له: كلا، أنا ما أردت أن أقتلك، ولو أردت ذلك لم تكن الآن موجودا هنا تعترض علي. ثم أضاف: عندما كنت تحت الماء ماذا كان شعورك؟ قال التلميذ: كدت أن أموت، كان شعوري هو أنني على وشك الموت حقا. قال الأستاذ: في تلك اللحظات ماذا كنت ترغب فيه؟ رغبتك كانت في شنو؟ قال التلميذ: أن أتنفس قليلا من الهواء، وهذا كان كل سعي. قال الأستاذ: وأخيرا استطعت أن تخرج رأسك من الماء وتنفست؟ قال: نعم. قال الأستاذ: هذه هي الإرادة، إنها الرغبة الشديدة في تحقيق الشيء الذي من دونه سوف تموت. يعني تكون عندك رغبة بحيث إذا ما حصلت على الشيء اللي تريده تموت. شايف أحيانا بعض الشباب حينما يقعون في الحب حسب التعبير الدارج تقول له خير، يقول أريد هاي البنية، وإذا ما أحصل عليها أموت. يعني عندي رغبة شديدة للحصول على هذه، بدونها سأموت أو بدونها سأنتحر. حينما تكون عندك رغبة في شيء تريد تحقيقه، فمعنى ذلك تلغي جميع الطرق الأخرى والأمور الأخرى والأعمال الأخرى إلا ما يوصلك إلى ما ترغب فيه. لنفترض أنك تريد أن تحصل على شهادة جامعية، تصير طبيب، تصير مهندس. زين، هذا يتطلب دراسة مستمرة وسهر الليالي، ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر، من طلب اللآلي كما يقول الشاعر. زين، خير إن شاء الله، تسهر في الليل، تلغي احتمال أن تنام، تلغي احتمال أن تسهر مع رفاقك، تلغي احتمال أن تجلس أمام التلفزيون وتطالع واحدة من الأفلام البايخة هذه اللي ضيع على الناس أوقاتهم. تلغي جميع الاحتمالات لأن عندك إرادة، هاي الإرادة نتيجة رغبة شديدة. مخلي أمام عينك يوم اللي تجي والشهادة الجامعية بيدك، يوم اللي يصير طبيب. هذا هو العزم، عزم إرادة يختارك بها، كما يقول الإمام زين العابدين وهو يخاطب ربه: ولقد علمت أن الراحل إليك قريب المسافة. ثم يقول في مكان آخر: عزم إرادة يختارك بها. خلص، أنا أريد رضا ربي في هذه الحياة، فرضا والدي، رضا أمي، رضا زوجتي، رضا جيراني، رضا جميع الناس. إذا لم تكن مطابقة مع رضا الله فأضرب بها عرض الحائط. عندي رغبة شديدة في كسب رضا الله، ومن ثم عندي إرادة. يقول الإمام علي سلام الله عليه: أصل العزم الحزم، وثمرته الظفر. أنا ملاحظ أغلب الذين يفشلون في الحياة، هؤلاء لا يريدون النجاح. اللي يريد النجاح ينجح، ما معقول ما ينجح. يعني هذه سنة الله عز وجل في الحياة، هذا قانون من قوانين الكون. الذي يروم شيئا يقصده ويريده يصل إليه، أو يصل إلى درجة أنزل من الشيء اللي كان يتمناه. مثلا من أراد أن يصبح أكبر عالم دين، ربما ما يصبح أكبر عالم دين لكن يصبح مرجع من مراجع الدين. من أراد أن يصير رئيس دولة، ربما ما يصير رئيس الجمهورية، يصير رئيس الوزراء.
ما رام امرؤ شيئا إلا وصله أو ما دونه. لكن الناس يخلطون بين تمنياتهم وبين إرادتهم، يقول أنا أريد ما صار. لا، إذا كنت تريد كان يصير. شوف، البشر يوم من الأيام ضاقت بهم السبل فأرادوا أن يطيروا في الهواء مثل الطيور، ما استطاعوا أن يطيروا مثل الطيور لأن الإنسان ما يطلع جناحات، لكن استطاعوا أن يصنعوا طائرات ولها أجنحة وتحمل 500 شخص وتطير بهم في الهواء. أراد البشر أن يغوصوا في المياه مثل الأسماك، ما استطاعوا أن يذهبوا إلى الماء ويسبحوا في داخل الماء مثل السمكة، لأن الإنسان يحتاج إلى التنفس أكسجين، لكنهم صنعوا الغواصات التي تغوص البحار بالأيام بالشهور وفي داخلها البشر. حينما تريد الشيء ستحققه، بشرط أن تكون عندك رغبة شديدة وتنتهي هذه الرغبة إلى إرادة، والإرادة تعني إلغاء جميع الاحتمالات الأخرى والأعمال الأخرى والانشغال بالشيء الذي تريده أنت. إنا إلى ربنا. المؤمنون يرغبون في الله، يرغبون في رضاه، يرغبون في جنته، ولذلك الأمور بالنسبة لهم سهلة. عبادة رب العالمين، السهر في الليالي، تلاوة كتابه، الإنفاق من المال، مساعدة الآخرين، حسن التعامل مع الناس، هذه سهلة عليهم لأنهم أرادوا فألغوا الاحتمالات الأخرى. أصل العزم الحزم وثمرته الظفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.